إذن فلسطين هي قضية فلسطين هي قضيتنا جميعا وليست قضية المسلمين جميعا وليست قضية الفلسطينيين وحدهم. إذن هذه القضية تحتاج الدعم المادي والمعنوي، ونحن في هذه الحالة لا نستطيع تقديم يد المساعدة المادية، ونحن ندعمها فقط بدعما معنويا من خلال نشر الصور والقيام بمقاطعات العديد من الشركات التي تدعم الصهيونيين والكيان الصهيوني، هذا بالإضافة إلى نشر العديد من الصور التي تقوم بالإطاحة بالنظام الصهيوني وترفع من شأن المسلمين جميعا. وشكرا لكم. بالنسبه لدعم القضيه الفلسطينيه في هذه الاجواء هذه، كما كتعرفوا القضيه الفلسطينيه هي قضيه العرب اجمعين، ماشي غير الفلسطينيين، ولكن العرب والمسلمين كاملين هي القضيه ديالهم. بالنسبه كيفاش اننا ندعموا القضيه الفلسطينيه، نقدروا ندعموها معنويا من خلال نشر صور، منشورات، احتجاجات، وقفات لدعم هذه القضيه الفلسطينيه. وكنطلب من المغاربه أجمعين أنهم يتضامنوا مع أخوتهم الفلسطينيين، لأنهم خوتنا في الإسلام، وإن شاء الله فلسطين غادي تكون حرة. فيما يتعلق بالقضية التي تجمعنا جميعا كأمة أو كإنسان، يعني فالقضية الإنسانية يعني القضية الفلسطينية، ندين بشدة ما يتعرض له إخواننا في فلسطين من انتهاكات جسيمة، من تهديدات، من مجموعة من الأطراف، ليس فقط من طرف الكيان الصهيوني، بل كذلك من أطراف خارجية، من أمريكا، من جميع المساندين للنظام وللكيان الصهيوني. يعني نتوجه بالدعاء لهم أن نزيل عليهم هذا المصاب، وأن نزيل عليهم هذه المحنة. فعلا يعني انتهاكات جسيمة في حق الأطفال الأبرياء، يعني يجب علينا كمغاربة أن نقف، كمغاربة، كعرب، كعالم، أن نقف مع القضية الفلسطينية، وأن نقف التطبيع، وأن نوقف التطبيع يعني مع الكيان الصهيوني، أن نقاطع منتجاتهم. يعني فأبسط الإيمان هو أن نشارك وأن نعبر عن رأينا فيما يتعلق بهذه القضية، وأن يعني نقف وقفة رجل واحد يعني كعرب.